اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما أراد الله تعالى أن يهب للإمام السجاد ابنه محمدا الباقر عليه السلام، تزوج الإمام زين العابدين من ابنة عمه أم عبد الله فاطمة بنت الإمام الحسن الزكي عليه السلام، وكانت من سيدات نساء بني هاشم، وكان الإمام زين العابدين يسميها الصديقة، وكان الإمام الصادق عليه السلام يقول عنها كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها. يا سامعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد صلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما شاء الله تعالى أن يظهر حجته على خلقه ويزين الدنيا بأنوار غرة هاشمي من هاشميين، وعلوي من علويين، وفاطمي من فاطميين، لم تشعر فاطمة بنت الإمام الحسن بألم أو وجاع، ولما اكتملت العدة التي أرادها لها الله وحان موعد الولادة تساطعت الأنوار في أنحاء دارها، بينما هي كذلك وإذا وضعت بالنور الزاهر محمد الباقر أفضل الصلاة.